السلام عليكم خوتي المغاربه. هاد الحلقه استثنائيه فيها بزاف ديال الحب. هاد الحلقه تقدر تبان لك انت عاديه، ولكن انا كتعني لي بزاف، شي حاجه كبيره. هاد الحلقه غادي نخصصها للظروف الغامضه اللي مشات لي فيها القناه، وماشي غير القناه ديالي، حتى القناه ديال مول كاسكيطه ومرات مول كاسكيطه. ونعرفوا علاش هاد القنوات مشاو بثلاثه في نفس النهار في نفس الوقت في نفس الساعه. وغادي نجاوب حتى دوك الناس اللي قالوا عبروا عليكم، وغادي نقول لكم وغادي نوريكم كيفاش رجعت القناه ديالي وشكون الناس اللي ساعدوني، وغادي نوصف لكم الفرحه ديالي ديال ديك الساعه اللي رجعت لي فيها القناه. وغادي نقول لكم واش امير الرغيب اللي نتوما كاملين قلتوا لي سير لعندو واش عاوني بشي حاجه ولا لا. الا كان عندك طالب عزيز وبغيتي تعرف كاع هذا الشيء خليك معايا، ما عندك فين تمشي. اول حاجه وقبل ما ندخل في الموضوع، غادي نخليكم مع بعض المقاطع باش نفكركم في بعض الكلام اللي انا قلته في واحد اللحظه وفي واحد الساعه اللي كان حاس بيا غير الله بوحديتو، حيت اخوتي داكشي اللي داز عليا ربي بوحدو اللي عالم به. غتسمحوا لي في هذا الفيديو ما نعرف لا نهضر، ما نعرف لا نقدم، ما نعرف لا نوخر، حيت الحاله ديالي دابا حاس بيها غير الله. عمر في حياتي ما تحطيت في هذا الموقف. انا درت هذا الفيديو باش نقول لكم اول حاجه شنو هي. اول حاجه باش الا تلاحت شي حاجه في ديك القناه انا غير مسؤول عليها. بالنسبه للناس اللي غيتشفاو تشفاو، من حقكم تقولوا اي حاجه. انا الحمد لله انا ديك القناه ماكش حاسبه ديالي، انا ما غنبكي ما غنقول حتى شي حاجه، وهادشي ما غيطيحنيش. شوفوا انا متفق معاكم، من حق شي ناس يقولوا باللي بالغت، ومن حق شي ناس وحدين اخرين يقولوا باللي قناه مشات لي ما تستاهلش داكشي اللي درت عليها. ولكن شكون هاد الناس اللي كيقولوا هاد الهضره؟ ما كيعرفوش قيمه شي حاجه انت خدمتي عليها، ضربتي عليها تماره، تعذبتي عليها، على ودها تمارسوا عليك ضغوطات. خاصك تعرف هاد القناه اللي انت كتقول لي علاش داير عليها ديك الحاله، هاد القناه راه تماره ديال 3 سنين مطلعها بالخدمه، وتقاتلت عليها وسمعت عليها السبان والهضره ديال بنادم، وسهرت عليها الليل، وخدات لي من وقتي بزاف. اي كلمه كنقولها فيها كنفكر فيها 100 مره عاد كننطقها، حيت كنحترم الناس اللي كيتفرجوا فيا واحد بواحد. ونزيدك حاجه اللي انت محال تعرفها، هاد القناه دايره لي قيمه في المجتمع اللي انا عايش فيه. كنحس براسي عندي شي حاجه بزاف ديال الناس كيتقاتلوا باش يوصلوا ليها، باش واحد يجي من مدينه صغيره اللي كتعدم الطاقات ويوصل بالقناه نص مليون. المفروض خاصنا نشجعوه ماشي نحاربوه وندمروه. والحاجه اللي بقات فيا اكثر من اللي كنفيق كل صباح قبل ما نغسل وجهي كندخل كنشوف ديك القناه فين وصلات، شنو هما التعاليق اللي تزادوا فيها، كيفاش بغيت يكون الاحساس ديالي ورده الفعل ديالي من اللي نفيق واحد الصباح وما لقاهاش. عرفتي شكون الناس اللي غادي يحسوا بيا ويحسوا بكلامي غير الناس اللي فايت واقع عليهم فحالي. ونزيدك حاجه، هاد القناه عرفتني بشي ناس رجال كيقدروا معنى الرجوله. وما تنساوش باللي الفرق بيني وبين وحدين اخرين، انا ما كنلحش ما كنتلصقش، ما كنقولش لبنادم عافاك تابونا معايا. واللي كيبقى فيا وكيزيد يأزمني باللي هاد القناه عمري ما حسبتها ديالي، ولا نشرت فيها شي حاجه ديالي شخصيه، ولا قلت شي حاجه بغيتها لراسي، ولا سأت المغاربه بشي كلمه. وحتى ملي كنبغي ننتقد شي واحد كننتقدو باحترام. وهاد القناه عمرها ما دحت شي شخص معين ولا شي جهه معينه. بغيتي ولا كرهتي، هاد القناه عندها هدف واحد، هي توصل داكشي اللي ساكتين عليه بزاف ديال الناس. ولكن حشومه تحارب بديك الطريقه، ماشي انا اول واحد ولا اخر واحد اللي غيوقع له هاد الشيء. واول مره فكرت ندير فيها هاد الشيء حطيت هاد الشيء اللي كيوقع لي دابا قدام عينيا، عليها ما مستغربش. ولكن اللي كيبقى فيا اكثر من اللي كتشوف شي ناس انت على ودهم كتضحي هما اللي كيحاربوك. انا عاذركم حيت هذه خطه مخزانيه ونجحوا فيها، قدروا يخليو ولاد الشعب يحاربوا بعضياتهم باش هما يديروا اللي بغاو في البلاد. والشعب المغربي باقي ما بغاش يلعب اللعبه. انا راه ماشي شي حاجه، انا غير شمعه وسط الظلام الداكن، بنفخه وحده تقدر تطفى. ولكن المشكل ماشي فيا، مشكل في كلامي اللي ثقيل في الكفه. تقدر تسقسي اي واحد فايت له تلاقى معايا من اللي كيقول لي راك انت عزيز علينا، باش كنجاوبو كنقول ليه يا ربي ما تحاشمنيش معاكم، حيت عارف هاد الشيء كيحاشم مع بنادم بزاف، وحاشمني مع بزاف ديال الناس اللي قراب ليا وبينوا على الخبث ديالهم، حيت مراد ما كيبغيو يشوفوا حتى شي واحد حسن منهم. دابا غادي نجاوب دوك الناس اللي قالوا علاش بكيتي على ود قناه ديال اليوتيوب. انا اول مره خرجت هضرت عادي، قلت لكم مشات ليا القناه، قلت باللي هادشي ما غاديش يهرسني، وانا الحمد لله عندي حانوت ديالي
وبالعكس هاد الشيء غادي يزيد يقويني، وكان عندي واحد الاحساس باللي القناة ديالي غترجع، حيت حنا كنتعاملوا مع شركة ديال اليوتيوب عالمية، وداك الفيديو درته فقط باش نحمي راسي وباش الا تلاحت شي حاجة في دوك القنوات بتلاشة نكون انا غير مسؤول عليها باري منها. ولكن صحاب الحسنات اللي كيدعيو باللي راسهم راه كيعاونوا بنادم وكيبغيو الخير للناس مشاو عند مرت مول الكاسكيطة اللي هي اصلا ما فهمت حتى شي حاجة في هذا الشيء، كيقولوا ليها باللي هذا فيلم دايروا انا والمخزن باش نمحيو القناة ديالها وديال راجلها باش نخليوها هي وولادها كتعذب. دابا خوتي غير قولوا ليا، واش هاد الهضرة كتدخل العقل؟ واش المخزن واقف عليا انا؟ واصلا المخزن الا بغى القناة ديال مول الكاسكيطة راه التليفون والبيسي ديالو عندهم، ما غاديش يحتاجوني انا. وكاين شي ناس وحدين اخرين سامحهم الله قال لك انا ديت هذوك القنوات باش نبيعهم. دابا غير قولوا ليا، ملي تسمع اتهامات كاملين وانت في واحد الحاله عالم بك غير الله، وانت من الاول القصد ديالك باين باش تعاون دوك الناس فقط، غير قول لي اش من عقل غادي يبقى عندك وانت كل مره معيط لك واحد كيفهم عليك فهمه في شكل. انت ما حيلتك القناه ديالك اللي مشات، وما حيلتك المراه اللي مسكينه بقات هي والوليدات، وما حيلتك لدوك القنوات اللي تلاحت فيهم شي حاجه تسال عليها قانونيا. انا الا بكيت ما بكيتش على القناه، بكيت على الحقره والظلم اللي تعرضت ليه في ديك الفتره. اما بالنسبه للناس اللي كيخلطوا بينهم وبين عباد الله، قولوا لي فين كنتوا ملي كانت مرت مول الكاسكيطة ما عندها ما تاكل، وملي نتوما فيكم هذا الخير كامل علاش مخليني انا جاي من سوق الاربع حتى لعندها السطاج، وانتوما راكم قراب ليها مني انا. وقبل ما نمشي عند مرت مول الكاسكيطة كانت في واحد الحاله كيعلم بها غير الله، ودابا الحمد لله رغم داكشي اللي وقع ليها راه كتخرج الصداقه مشكوره من هذا المنبر وعلى هاد البادره اللي دارت. هادشي بفضل الله والناس اللي عاونوها، اما انا غير سبب. علاش نتوما ما تقدروش تقولوا هادشي ولا تسكتوا غير بفهمكم؟ ولكن نتوما اللي تقدروا ديروا هي تهرسوا بنادم غير بفهمكم. وانا احسن حاجه اللي كتهمني في هادشي كامل هي هادشي اللي غادي تسمعوه دابا. واخويا طالب، واخويا طالب، انا حامله واحله في روحي وربي مستجب لي الدعاء. سير انا بغيت ربي في ما حطيت يدك يسهل عليك، بغيت سيدي ربي حبيبي يا خويا طالب اللي تمنيتيها يحققها لك، وبغيت ربي بعيد عليك ولاد الحرام وبنات الحرام. والله يعطيك صحيحتك، وبغيت هادشي تلقاه في جنتك، هادشي غدا امام الله تلقاه في جنتك. راه ما نقولش لك احساسي دابا، والله ما نقول لك، والله خويا ما نقول لك باش كنحس. اما بالنسبه للسؤال علاش غير القناه ديالي وديال مرت مول الكاسكيطة وديال مول الكاسكيطة هما اللي مشاو ما بين الالاف ديال القنوات اللي كاينه في المغرب، هذا موضوع غادي نخليكم نتوما تجاوبوا عليه، اما انا غادي نسكت، والقضيه ما بين يدي القضاء هو اللي غادي يقدر ينصفنا. وإلا سكت ماشي حيت خايف من شي واحد، انا فقط كنحترم هاد الظرفيه اللي كدوز منا البلاد، وما غاديش نزيدهم حتى انا بمشاكلي. ولكن من اللي غادي تخرج البلاد من الازمه غادي تكون هضره اخرى، حيت حنا راه في بلاد ماشي في زريبه. دابا غادي نوريكم الطريقه وشكون الناس اللي عاونوني باش رجعت القناه. هاد القناه رجعت بفضل الله سبحانه وتعالى وصوت ولاد الشعب اللي عاونوني، اللي وقفوا معايا وما تخلاوش عليا وبقاو مقاتلين وما ملوش حتى جابوا لي حقي. غادي نبدا باول شخص اللي سيمانه هو سهران معايا، مسكين واخا ما توفقش دار مجهوده، دار داكشي اللي قد عليه. هاد الشاب ابن المنطقه الشرقيه، الاسم ديالو ياسين جبارة، كنشكرو من هاد المنبر. وما نساش واحد الاخ واحد اخر اللي كيعيش في الدنمارك اللي بدورو اتصل بالشركه ديال اليوتيوب ودار مجهود ووصل ليهم كاع داكشي اللي تعرضت ليه، كنحييه وكنشكرو من هاد المنبر. ودابا غادي نخليكم مع مقاطع اللي موثقه في فيديو بالحوار اللي دار بينه وبين احد العاملات ديال اليوتيوب. Recover. Okay. So should I just press enter or? g.co/recover. Right? That's right. Yeah. إذا بتصنع جوجل أخوي طالي وجن تصنع يعني جوجل ويكون خير إن شاء الله أخوي. وما نساوش حتى الاخ امين اللي مشى برجله حتى المقر ديال الشركه ديال جوجل، كاملين ضربوا معايا تماره واخا ما توفقوش ولكن خاصني نشكرهم. ولكن الشخص اللي بالفضل ديالو رجعت هاد القناه هو واحد الشاب مراسل صحافي ابن مدينه اكادير، من بعد ما تفرج في داك اللايف اللي درت قال لي يا خويا طالب
بقيتي فيا وغادي نعاونك، كنتفرج فيك انا ومالي الدار، محال واش نسمح فيك. وكيعجبني داكشي اللي كدير، وعجبني ملي دافعتي على واحد المراسل صحافي وكيقولها وكيعاودها، كيقول لي انا غادي نعاونك حتى ترجع القناه ديالك. وقال لي كنعرف واحد البنت عندها تواصل مباشر مع الشركه ديال اليوتيوب، ثقت فيه وعطيته كاع المعلومات اللي عندي، وربي ما خيبناش. وحتى هو بدوره عنده شي هضره باغي يقولها ليكم. الإخوان السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. دونك هاد العبودة هادي درتها باش نبارك الأخ إم سي طالب بمناسبة استرجاع قناتي على اليوتيوب، ومن هاد المنبر كنبغي نشكر ونحيي الأخت أسماء اللي تدخلت في حل هاد المشكل هذا، وبفضل كنرجع عليها وتستاهل كل خير ولها منا كل التقدير والإحترام. وشرف لي اخويا طالب ان نكون من المتابعين ديالك، لانك توصل صوت الشعب والناس اللي صوتها ما مسموعش. تبارك الله عليك، وكنحييك على المحتوى ديالك. وحنا ما عمرنا غادي نسمحوا لخونا باش يمسحوا ويقضيوا على قناه جميله المحتوى بحال القناه ديالك. نحن هنا ولهم بالمرصاد اخي طالب. بون كوراج، والله يوفقك وينجحك ويكمل عليك، وتبارك الله عليك. وتحية كبيرة للمتابعين ديالك. كان معكم نبيل عرشيش من مدينة اعداد. السلام عليكم. شكرا الاخ نبيل، واخا نقول لك اللي قلت لك ما غاديش نرد لك حتى شويه من داكشي اللي درتي معايا. كان مسكين كيسمح في خدمته وفي شغالاته باش يعيط ليا، وعيط حتى لديك البنت اسماء. اكيد كلشي دابا بغى يعرف شكون هاد البنت اسماء. هاد البنت اسماء بنت الشعب، مسكينه كتخدم ديما في الخفاء، ماشي من دوك الناس اللي عزيز عليهم التصاور محروقين والركوب على الامواج. قالت لي مسكينه بلا ما تجبد سميتي، ولكن انا من طبعي عمري نسيت شي واحد دار معايا الخير. رابط ديال القناه ديالها غادي نخلي لكم في اول تعليق، بغيتكم كلكم تهجموا عليها وقولوا ليها شكرا على داكشي اللي درتي مع طالب، وشكرا بزاف اختي اسماء، والله يوفقك في داكشي اللي بغيتي توصلي ليه، ونطلب من الله يخلي لك والديك. وكنطلب من الاخت اسماء كيف ما عاونتني تعاون حتى مرت مول الكاسكيطه وترجع ليها القناه ديالها وديال راجلها، حيت حتى هي حاس بها غير الله. ودابا غادي نخليكم مع بعض النصائح اللي بغات تقولهم ليكم الاخت اسماء. سلام خويا طالب، صافا بخير، كلشي مزيان، نتمنى امورك تكون مزيانه. بون بالنسبه للطريقه ديال اختراق القناه او اللي وقع لك بالضبط او اللي كيقدر يوقع حاليا في هذه الفتره الاخيره، انه بزاف ديال الناس كانوا يعني كيقدروا انهم يتيليشارجيو دي زابليكاسيون اللي كيتواصلوا معاهم على اساس انهم شركات كيبغيو اللي يدير لهم الترويج للمنتوجات ديالهم. وهاد هاد لي زابليكاسيون هادو ما كيكونوش بصح، فكيكونوا عباره على يعني بحال على فيروسات اللي كي انفو كي واحد كي تيليشارجيهم ولا كي انستاليهم في التليفون ديالو ولا في البيسي ديالو، كيخترق لي الهاكر كيقدر يخترق لي البيسي ديالو كامل. والهاكر شنو الدور ديالو، شنو الهدف ديالو؟ الهدف ديالو فقط هو ياخذ لاشين، فهذه هي الفكره. فبالتالي هو كيقدر يدخل الايميل يبلوكي الايميل، كيحيد لي كاع لي زانفورماسيون اللي كيكونوا مأسوسي معاه بحال الايميل السردادي بحال رقم الهاتف، وكيترونسفيري لاشين للكونت ديال الهاكر. اما بالنسبه للاخ امير راغب اللي قال لي كلشي سير عنده راه غادي يعاونك، اتصلت به جاوبتني واحد البنت قالت لي لا بغيتي امير راغب يخدم معاك خصك تشد رونديفو، وانا نجاوبها غير بالضحك. قلت لها مالو اختي، غادي يفتح لي على المراره باش غادي نشد الرونديفو؟ ولكن واخا هكاك كنبقى كنحترم داك السيد على داك الشيء اللي كيدير، نقدر نكون انا جيت في شي وقيته ماشي تاله مع هذا المرض اللاعين. دابا غادي نقول لكم شنو هي الفرحه ديالي ملي رجعت ليا القناه. باش نكون معكم واضح وصريح، ملي مشات ليا القناه الدار ديالنا ولات كتبان لي كحله. واحد الدري صاحبي عاودت ليه الظروف ديالي، قال لي والو هاد الفتره غادي تجي تريح معايا. مشيت ريحت مع داك الدري صاحبي، كنحس به بحال اللي هاز الدقه معايا. وماشي غير هو، بزاف ديال الناس تاسفوا لديك الحاله اللي كنت فيها ديك الايامات. ما علينا، فقت واحد النهار في الصباح اللي معروف عليا خاصني جوج سوايع باش نعرف راسي غير انا شكون واش جاي ندير في هاد الدنيا. وفي ديك اللحظه فتحت التليفون لقيت القناه رجعات. ما تصوروش، ما حسيتش براسي حتى مشيت دخلت على صاحبي البيتو، كنقول لي عنقني. الدري بقى واقف مصدوم ما عارفش راسو باش تبله، كيقول لي اش واقع؟ قلت له القناه رجعات، واحد الفرحه شفتها في عيني ما تصوروش. نسينا الحجر الصحي وشنو واقع، ولكن ربي ما خيبناش. ودابا غادي نخليكم مع الصديق ديالي اللي حتى هو بدوره غادي يزيد ياكد لكم كلامي. تحيه خويا طالب، هي الامور بخير خويا؟ فرحنا خويا ملي رجعت القناه، خصوصا داك النهار الصباح، لان انا استدخلتي ليا الصباح ما عرفت راسي كيفاش جاي داخل عندي فرحان.
وتا الصراحة احنا فرحنا لك اخي طالب اللي رجعت لك القناة، والحمد لله اخويا. نتمنى من الله من ولاد البلاد ديالنا ديما يكونوا احسن منا بخير وعلى خير، وكيشرفوا المنطقة اخي. اي والله يسهل عليك اخويا طالب باش اي حاجة درتيها. ودابا جا الوقت اللي غادي نقول لكم شكون هو الشخص اللي دار لينا هاد الشيء. انا في الصراحه باقي لحد الان ما عرفتوش، ولكن كنعرف الصفات ديالو. انسان حاقود، ما كيبغيش الناس يكونوا احسن منه، ما كيعرفش يجيب شي حاجه بدراعه، وفي المجتمع المغربي ديالنا كاينه منهم بزاف. اما بالنسبه للناس اللي كيقولوا عبروا عليكم، ربي احسن منكم وربي احسن من كل شيء. اما بالنسبه لذاك الشخص اللي هو عارف راسه، اللي فين ما كتوقع عليه شي حاجه هو كيفرح، انا بعدا راه وصلت القناه لنص مليون. قول لي انت شنو درتي، غادي تبقى ديما في بلاصتك، واللي في قلبك غادي يبقى يصرف عليك. اما انا بالنسبه لك ديما غادي نبقى عقده. وصلت لشي حوايج عمرك تحلم توصل ليهم، ويلا دوينا بلغه الارقام ما عندكش لغه باش تجاوب. وهي القناه رجعات بفضل الله والرجال اللي تقاتلوا معايا. اما انت عليك بحاجه واحده، كل الشوك المهلوك. غادي نبقى نقولها ونعاودها، كاع دوك الناس اللي بغاوني نطيح الا ما تشابهتوش في الوجه كتشابهوا في النبيح. وتحيه لواحد الاخ مسكين اللي قال لي ما تذكرش سميتي نهار اللي داو لي القناه وشافني معصف في داك اللايف، مباشره عيط ليا قال لي نعطيك اللي بغيتي، غير خرج فيديو وضحك وفقاس العديان وفقاس بنادم اللي ما كيحملكش. وتحيه الرجال اللي وقفوا معايا من قلبهم، وتحيه لخويا ومن اعز الاصدقاء عندي ياسين الشرقاوي الملقب طوطو، اللي مسكين كنت كنقول ليه غير سيركول، كيقول لي كيفاش غادي ناكل وانت طالب في هذه الحاله. وتحيه الرجال اللي باقا مامنه بالفكره، ودابا غادي تسمحوا لي في هذه الفتره وهذه الظرفيه اللي كتمر منا البلاد، غادي نعاون المسؤولين بسكاتي وغادي نخليهم يخدموا على خاطرهم. ولكن ملي تمشي كورونا غادي نرجع كيف كنت، وغادي نهضر على اللي كلاونا في حقوقنا ونكرونا وحقرونا. اعمي وما تنساش كان معاكم داك خونا اللي كتعرفوه بلا ما يحتاج يسمي. وقبل ما هاد الفيديو نسالي، غادي نخليكم مع احسن اهداء جاني من عائلتي الثانيه، عائله محمد السكاكي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خوتي خواتاتي المغاربة، ديما كنتمنىكم تكونوا في أحسن حال. هذا واحد رسالة بغيت نوجهها لإمسي طالب. كنقولي على سلامتك خويا طالب، على سلامتك مني رجعت لك القناة ديالك بعد هاد الفترة هذه ديال هاد المعاناة اللي عانيتي وبقى فيك الحال. كنقول لك على سلامتك، على سلامتك، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله في القناة ديالك بعد ما رجعتيها. ومالك حتى هي بغات تقول لك واحد الرسالة، والله يوفقك والله يكمل بخير. وكنوجه واحد نداء صغير للسيدة اللي ردات لك هاد القناة، كنقول الله يجازيك بخير انك وقفتي مع هاد السيدة اختي ورديتي له القناة ديالو. وكنتمنى الى كنتمنى يوصلك الصوت ديالي وتعاونيني حتى انا وتقفي معايا باش رد القناه ديال مول الكاسكيطه ومولات الكاسكيطه. وشكرا لك اختي، الله اللي غيجازيك. وطالب اختي اخرى كنعاود نقول لك مبروك عليك، مبروك مبروك مبروك، وفرحت لك من قلبي بانك رديتي القناه ديالك. وغنخلي معاك ملك غتقول لك توجه لك رساله. السلام عليكم، انا ملك بنت مول الكاسكيطه. كنبغي نوجه رساله لعمي امسي طالب. كنت بغيت نقول لك على سلامتك حتى رجعت لك القناه ديالك ياك. وبغيت نقول هادو اللي عاونوك باش ترجع القناه ديالك انهم يعاونوا ماما باش ترجع القناه ديال بابا اللي هو الملقب بمول الكاسكيطه. وكان نعاود نقول لك على سلامتك مره اخرى. شكرا لك اخويا طالب، الله يسر لك، الله يكمل بخير، وفرحنا لك من قلبنا، لا انا لا ملك لا هيثم. الله يسر لك، الله يكمل بخير. السلام عليكم.